تم اجتماع اليوم بالتنسيق مع السيد الوالي واللجنة الأمنية واللجنة الفنية من وزارة الصحة وجامعة الجزيرة كلية الطب وكلية والمدني الطبية للتشاور في أمر مكافحة هذا الفيروس. وقد خلصت اللجنة إلى عدة مقترحات هي في صالح المواطن. نحن ذكرنا في هذا الاجتماع أن هذا الفيروس وهذا المرض هو ليس مرض الحكومة وليس مرض الولاية، وإنما هو مرض المواطن. لا يوجد له علاج، ولكن علاجه هو تعاون المواطن مع اللجان الصحية والاحترازات الصحية والنصائح التي تقدم من وزارة الصحة ومن الأطباء. القرارات التي صدرت هذا اليوم هي كلها في صالح المواطن، وتصب في تقليل المجموعات في الأماكن العامة وفي السوق. وافتكر هي كلها كان قرارات مناسبة فعلا، راعينا فيها كثيرا مصلحة المواطن أولا، ونوقشت هذه الأشياء بدقة كثيرة من جميع المختصين، إذا كان في اللجنة الأمنية والأطباء وبقيادة السيد الوالي. سوف تكون هناك فترة كما ذكر في نهاية هذا الاجتماع هي السماح للأسواق عامة بمزاولة أنشطتهم حتى يوم الثلاثاء، ثم تجتمع اللجنة مرة أخرى للنظر. ونحن نحمد الله حتى الآن لا توجد حالات في ولاية الجزيرة، رغم أنه توجد حالات في ولاية نهر النيل وفي ولاية النيل الأبيض، لكن ولاية الجزيرة كانت هي السباغة التي قامت بكثير من الاحترازات في حماية المواطن. وبنصح الناس برضو، بقول البعد الاجتماعي مهم شديد جدا جدا، عدم الاختلاط أمر هام شديد جدا جدا، المآتم والاحتفالات والأعراس برضو صدر أمر بخصوص، والصلاة في المساجد الصلاة الجماعية برضو صدر قرار بأمره، والناس يكونوا حريصين، وربنا يغي يغي العالم أجمع، ويغي السودان، ويغي ولاية الجزيرة. وافتكر العمل اللي بتقوم به الولاية هو عمل يعني سبقت فيه ولاية الخرطوم، ونضع الله الشفاء للمرضى في كل العالم، وربنا إن شاء الله يحمينا من هذا الفيروس. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل الأخوان المصابين بهذا المرض، مرض كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الوباء والغلاء وكل الابتلاءات سبحانه وتعالى. نحن الآن كنا في اجتماع اللجنة العليا لمحاربة جائحة كورونا في اجتماع رأس السيد الوالي وعليه، واستنادا على قرارات السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي الذي يعني منح فيها تجمعات، ومن التجمعات الصلوات في المساجد والكنائس. لذا نحن في ولاية الجزيرة جزء من هذا القرار، ونحن استنادا على هذا قرار السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي حتى يقلل ويمنع من جائحة كورونا منع هذه الصلوات. ونحن في الجزيرة التي الولاية التي تجاب الخرطوم جغرافيا وسكانا، لذلك يعني كذلك نحن في الولاية بهذا الاحتراز منع لهذا المرض، يعني يمنع الصلوات في المساجد وفي الكنائس. لذا لابد من أخواننا المؤذنين ينبه الناس عندما ينادوا حي الصلاة حي الفلاح أن يقولوا صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم.